وحول جلسات الحوار الليبية الدائرة في جنيف ينضم إلينا عبر الهاتف خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا. يعني سيد خالد، بعد التحية، نحن الآن ندخل المرحلة الحاسمة في اختيار السلطة التنفيذية، وهناك مطالبات وهناك اعتراضات بما يخص يعني آلية الاختيار وقوائم المرشحين. ماذا الآن ونحن الآن في اليوم الثاني للجلسات وفعاليات الحوار السياسي؟ اهلا بك سيد كريم وقناتكم ومشاهديكم. على كل حال، ما نراه هو شيء طبيعي باعتبار ان 10 سنوات من الاقتتال، 10 سنوات من الاجرام، 10 سنوات من الاستيلاء على الاموال الليبيين من نهب الثروات، فلا باس من هذه الاعتراضات على الاسماء وعلى الشخوص وعلى مناصبهم. فمثلا اليوم لمرة في التاريخ أعتقد أن يتقدم رئيس مجلس الأعلى للقضاء للانتخابات، منتهى السخرية ومنتهى عدم الفهم وعدم الإدراك. نعم، لدرجة احتجاج كامل القضاء وكامل مجلس الأعلى للقضاء على هذه البادرة الغريبة. ثم أسامة جويلي المطلوب محليا لجرائم ضد الإنسانية، ضابط عسكري ومتقدم لهذه للترشيحات، قائد ميليشياوي مثل بشاء وغيره متقدم لهذه الميليشيات لهذا الانتخاب، السيد عقيلة صالح من رئيس مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد ورغم ذلك متقدم ليشغل هذه المناصب. فالمسألة بالنسبة للليبيين، للوطن، المثقفين، النشطاء المدنيين، السياسيين، منظمات المجتمع المدني، تنظر الأمر بعين السخرية. ما الذي يمكن أن يقدمه أي منهم لفترة 9 أشهر؟ نعم سيد خالد، الآن وبعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا، فشل أي مرشح من اجتياز المرحلة الأولى من اختيار أسماء المجلس الرئاسي الليبي واعتماد نظام القوائم في التصويت. يعني تبدو فرص المترشحين وإلى وما ما يرمز هذا الفشل في الحسم من أول جولة؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة يعني مهمة وأساسية، لأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل أحد المترشحين إلى النسبة التي حددتها البعثة الأممية وهي 70%، وكان لابد أن يذهب إلى نظام القوائم ونظام المجموعات والبحث عن 50+1. على كل حال، ليس هذا المهم، الأكثر هو ما الذي سيحدث بعد هذه الجولات، بعد أن يتم إقرار مجلس رئاسي وحكومة. يا سيد خالد، دعني أكون صريحا بعض الشيء. يعني هناك الكثير من السياسيين والدبلوماسيين الذين يعني يشيرون إلى بعض القلق من هذه الحوارات السياسية، لطالما كان هناك عقبات يعني تبدو أنها تعرقل هذا المسار السياسي. إلى أين ستؤدي المسارات السياسية الآن؟ ستؤدي إلى ما أدت إليه الصغيرات، ليس أكثر. طالما هناك من ينتشق السلاح، طالما هناك ميليشيات، طالما الأتراك موجودين على الأرض والمنتزق السوريين، طالما هناك ميليشيات مناطقية، الآن تتدفق الميليشيات من باطن الجبل من جنوب غرب طرابلس إلى طرابلس، وتتدفق ميليشيات ميتراتا إلى طرابلس في إعلان واضح وصريح لربهم مخرجات هذا الحوار وجنيف. وإما السيطرة على ما ينتج عن جنيف وما ينتج عن هذه الحوارات، إما السيطرة عليها كسيطرة على مجلس على التسخيرات، وإما ستكون هناك حرب أخرى قادمة لا محالة. شكرا لك سيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.